بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجميع الإخوة الأعضاء بمجموعة دينا سلطانة وبمتابعي قناة طائر الحسون المغربي. اليوم ارتأيت أن أضع لكم يعني صورة للعش الذي كنا نتابعه على شجيرة إكليل الجبل كما تلاحظون الآن في الصورة. شجيرة إكليل الجبل سنقترب اليوم، يعني اليوم الثاني يعني بعد الفقس والحمد لله. هي الفراخ هنا، الفراخ الحمد لله. اليوم الثاني يعني تم الإطعام، والفراخ يعني في صحة جيدة الحمد لله. أتمنى لكم وللجميع موسم موفق، موسم يعني وفير بالإنتاج بإذن الله تعالى. فقط يعني يجب متابعة في التجهيز، العناية بالطيور، العناية بالنظافة، العناية بالغذاء، وموسم موفق لكم جميعا بإذن الله تعالى.